اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خليها سمك النهارده، ولما نقول خليها سمك النهارده يعني سمع هس. عايزين نعمل سمك يناسب كل افراد الاسره، الصغير يتراضى قبل الكبير والكبير على راسنا من فوق. يعني نعمل ايه؟ يعني السمك البلطي ده دايما احنا بنحب ناكله مقلي. بعض افراد الاسره بيبقى معاهم مشكله مع المقلي. ما تيجي نعمله النهارده مشوي بطريقه المغازي مع الخضار، حاجه كده لطيفه جميله ويعتبر هيلثي سي فود يعني من البلطي، والبلطي خير مزارعنا، بلطيه وزنها 600 جرام 700 جرام لازم تكون كبيره. الحبات البلطي دي هنعملها مشويه بالخضار مع زيت الزيتون وتشكيله من الخضار من خير ارضنا، اذا كان بصل او فلفل او كوسه حسب ما انت بتحب. معانا تشكيله من السي فود، جمبري، قشريات، كابوريا، بلح البحر، سمك فيليه. هنعمل طاجن السي فود بالطماطم صيامي، لا زبده ولا كريمه، زيت الزيتون هو سيد الموقف هنا مع التومه والبصله بتاعنا والفليفر ولمسات الشيف المغازي مع طاجن سي فود بالطماطم. حلو قوي لغايه كده احنا فاهمين مشغلين ازاي. طيب الجمبري، جمبري دايما بنعمله بتر فلاير، نعمله جمبري مقلي، جمبري مشوي، جمبري صينيه. ليه ما نعملش جمبري بالبصل بس؟ سمع هس، بالبصل لازم نتعامل مع البصل بتاعنا الجميل الحلو خير ارضنا ونعمل منه صوص لطيف وجميل، ونعمل شويه الجمبري دول يبقى فيهم طعم البصل غالب على طعم الجمبري. تفاصيل كتيره في الحلقه النهارده وخليها سمك. نشوف اخبار السي فود بتاعنا، سمك الفيليه. عايز اعمل طاجن حلو كده بالطماطم، سمك الفيليه يتقطع كده بالشكل ده كده. حلو، دول كفايه. معانا كابوريا مش هنحطها سليمه طبعا، ودايما الشيف المغازي يقول لك الكابوريا ما تتغسلش. الله، مرزه، والله مرزه. ايه الفص البرتقاني ده؟ بنسميه ايه؟ خير، فص الذهبي بتاع الكابوريا اللي هي الكابوريا مبطرخه. حلو، اه بنشيل دي كده نقطعها كده، هو ده، مش هغسلها خالص زي ما هي كده، نشيل الكفر كده. اه الكابوريا تتغسل وهي سليمه، تفتحها وتغسلها تبقى بتأذيها زي ما هي كده. اه اه حلو. معانا بلح البحر، شوية جندفل محترمين. حلو، في منها العرايس، في منها تاني اللي هو لونه مدي لونه الصدف، ده اسكندراني معروف طبعا. اه زي هو ما هو كله كده مع اللي انا حاطه ده كله، الطيم ونسبة وتناسب في وقت السوى واحد عشان نبقوا عارفين الدنيا ماشية ازاي. بس خلاص هنشيل كل ده بقى عشان كده انا خلصت. وعندي طاسة حلوة قوي عايز اعمل الطاجن ده صيامي، اعمله ازاي واحنا مع بعض؟ هناخد بعضينا دلوقتي ونقف جنب النار، معايا بشرة جوز الطيب. حلو، ومعانا شوية كزبرة، شوية شبت، شوية بصل، شوية ثوم. الله عليك يا مغازي. ومقادير الطاجن على الشاشه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. هناخد بعضينا دلوقتي ونقف على النار الطبيعي. حلو، اه اخبار الطاسه ايه؟ زي الفل. انا عايزك لما تقف في المطبخ تقف في نفس الطريقه. انا بعمل الطاجن ده صيامي. اه رشه زيت حلوه، شوفي بقى التركايه اهو. بحط اول حاجه البصلايه تديني الكرمله بتاعتها، وانا بحط البصلايه عشان عينيا ما تزعلش. بحط البهارات بتاعتنا اللي هي عباره عن زي ما انت حابه بقى. انا مثلا بحب البابريكا دايما مع السي فود مع شويه كمون حلوين، سنه كركم صغيره، ودايما لما بتيجي سيره الكركم بقول فايدته، بيجلي الكبد، بينظف الكبد، بينشط الكبد. شويه روزماري، شوية زعتر. اوعى ايدك تغلط وتحط زبدة عشان ده صيامي. نقلب كده البصلاية مع التوابل دي كده، تاخد لون، تاخد احمرار، تاخد طعم. ملاحظين ان الجمبري كده قاعد متايه زي الفل في قلب البصل عايم. معايا جزرية مبشورة بحطها هنا كده زي الفل، واقلب كده
كل ده السي فود ده مش هياخد 3 دقايق على النار. بس اهم حاجه الخلطه اللي بعملها دي تاني بصل، عملت ايه؟ شيل بصل، توابل شفناها مع بعض. الله، النظافه عينيا، وانا شغال كده واحده واحده مش هخسر حاجه. اهم حاجه الصوره تطلع حلوه لحضراتكم. معانا من البقدونس والكزبره شويه، بناخدهم كده ينزلوا هنا كده على البصلايه، سنه شبت صغيره، ونقلبهم تاني. اهم حاجه الخلطه دي تاخد لون وتاخد طعم. فص التوم بتاعنا اخر حاجه ينزل عشان ما يديش احمرار ويدي مرار. اغذيه بمعلقه زيت زيتون عشان اطلع الفليفر والطعم بتاعه. اقلبهم كده، استنى عليه هسه 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 هسه، قلب واقلب. هتعمل ايه يا شيف دلوقتي؟ جايه بقى اللحظات الجميله الحلوه الممتعه. لسه ما خلصتش تاني. معانا دقيق، ده المطبخ ده حكايه. واسيب الدقيق كده يتحمر برضو مع رشه زيت كده صغيره، واسيبه ايه؟ هسه هسه، افتكروا هسه دي هسه هسه يعني ثواني يعني. هو ده التومه لما حطيتها مع زيت الزيتون انا مش عايزها تتحمر، عايز اشوحها كده لطافه علشان تنزل على بقيه الجزر والبصله والتومه، وقصدي والبصله والتوابل والخضره اللي هي الكزبره والشبت. الدقيق نفس القصه، حطيته كده وبحمره كده علشان اخد الطعم بتاعه، عشان انا مش بعمل وايت صوص، انا باخد طعم باخد قوام. واقلب كده. ده السي فود بتاعي. حلو قوي يا شيف، تسلم ايدك. زي ما هم كده كذا بقى شويه، هناخد شقشق ميه. يا ويلي يا ويلي يا ويلي على مدرسه المغازي. ونقلب. عندي خليط شخصيته قويه جدا، في خبره طهويه عاليه جدا، والخبره الطهويه دي تزداد قوه وشجاعه بمعلقه من البهريز الحلو ده كده اذا موجود عندك في المطبخ. خلص الكلام، ونقلب. ده صيامي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد السي فود بتاعنا ده كده. اللهم صل على النبي. جندفلي معانا، سمك فيليه معانا، كابوريا معانا، فلفل حار للغاوي معانا، كل ده في قلب الحله. عندك جمبري حطي، مع ان الجمبري لوحده معانا. كل ده ونقلب. بس اوعى تحط ميه كتير زي ما انا حطيت. خلي بالك. ده طاجن السي فود بتاع المغازي. السر في الخلطه في الكشنه اللي انا عملتها في الاول خالص، عباره عن بصل حمرته في شويه زيت زيتون، نزلت عليه بالخضره والتوابل اللي انت حباها، بعدين نزلت بمعلقه دقيق لطيفه حلوه، سوري نزلت بالتوم عشان التسلسل، واستنيت عليه هسه، وبعد كده نزلت بمعلقه الدقيق اللي بتدي القوام الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده كده اهو. والطاجن ده بالطماطم زي ما قلت لحضراتكم. اقوم اعمل ايه؟ معانا صوص طماطم حلو، ونغطيه نسيبه ياخد غلوه على النار. بنفس الطريقه. نسيبه ياخد غلوه على النار. اخبار الطاسه بتاعتي ايه؟ هنا اهي زي الفل. نقلبها. السي فود بتاعنا. انا عاجبني قوي الميكس ده بقى، طعم البصلايه مع الجزر مع جوزة الطيب مع زيت الزيتون مع التوابل، والخليط بتاعنا اللطيف ده كده ياخد غلو على النار، يبكبك على النار في قلب الطبق وتغري فيه. نعم يا غالي. لا انا حابب احط الكفر بتاع الكابوريا، الكفر ده غالب الفوسفور، مش بيقول لك من جور السعيد يسعد؟ بيقول لي ما شلتش الكفر ده ليه؟ ده شفت الكفر بقى لونه برتقاني ازاي؟ ده لما نغرف الطبق بتاعنا هنعمله برزنتيشن للايه؟ للطبق بتاعي. ده الطبيعي. برضه نسيبه على النار ونغطيه. نرجع للطاجن اللي فيه كل البحر. ما تبصلي عليه كده، ما تجيبش شقاوة الكابوريا مع الجندفلي مع السمك. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ مش هحط مية، مية مين يا غالي؟
انا عايز كده، انا عايز كده. اقلبه من من وقت للتاني. خلص خلاص. السمك الفيليه نسبه وتناسب، التقطيعه اللي انا مقطعها مع الجندفلي مع الكابوريا خلاص. شفت الجندفلي طالع منه الحلاوه ازاي؟ خد كزبره، خد سنه شبت، في فلفل حار زي الفل. ناخد السمك ده كده عينيه اهو زي الفل في قلب السمكه كده. ايه يا ويلي، زلزال في قلب الطبق يا شيف. الطبق ده صيامي طبعا، لطيف وجميل اهو بتفاصيله دي كلها. الف هنا وشفا للي ياكل. طبعا في حاجه مهمه جدا لازم حضراتكم تعرفوها، احنا مهتمين جدا بارضاء حضراتكم، وكل ظروف واحد اذا كنا في الشغل او ان احنا ما حضرناش الحلقه على شاشه القناه الاولى او الفضائيه المصريه، احنا بنعيد الحلقه دي يوم الجمعه بعد الصلاة مباشرة إرضاء لحضراتكم ورغبة لحضراتكم من خلال تواصلكم معنا على السوشيال ميديا والاتصالات، لأن موجودة هي برضو على السوشيال ميديا من دلوقتي. بعد ما بطلع من الاستوديو بصراحة بلاقيها بتفرج عليها وأنا رايح على أكتوبر. مطبخنا رؤية، فن، إبداع، خبرة طهوية مع بساطة وسهولة ومرونة. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.